رانيا يوسف الضربة القاضية. ده سؤال هتقريه وتقولي لنا اسال على الملأ ولا تنسحبي؟ لا اساليه على الملأ، لان دي غلطه فظيعه مكتوبه على مواقع الانترنت وهي غير صحيحه بالمره. يا ريت تساليه على الملأ. انه دايما بتكلمي عن جوازاتك. في جوازه المفروض ان انت بتتجاهليها وما بتتكلميش عنها، اللي هي جوازتك من رجل اعمال سعودي اسمه تركي عبد الرحمن، قبل جوازك من المنتج محمد مختار. مين بقى تركي عبد الرحمن؟ انا عمري ما اتجوزت واحد سعودي اسمه تركي عبد الرحمن، ولا عمري سمعت عنه. يعني دي معلومه مكتوبه على مواقع الانترنت ومعلومه غير صحيحه بالمره. اتجوزتي حد سعودي غيره؟ ما اتجوزتش حد سعودي اصلا. انا اول جوازي كان محمد مختار. فانا مش عارفه المعلومه جت من زي معلومه ان انا امي سودانيه، المعلومه دي جت منين؟ انا امي مصريه. ففي حاجات مغلوطه على مواقع الانترنت والناس بتتداولها وبتكمل، يعني حد كذب كذب او قال حاجه والناس واخداها مسلم بيه. حد لازم يتاكد من المعلومه قبل ما يحطها. الكلام ده مش حقيقي خالص. لا عمري سمعت عن تركي عبد الرحمن ولا عمري اتجوزت حد سعودي، وما كانش فيه اي جوازه قبل محمد مختار.